على الود والمحبة يتجدد لقائنا بكم أعزائنا المشاهدين صباح كل يوم وحلقة جديدة من برنامج صباح غير. صباحكم خير وغير معنا. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا حيدر. واليوم شندا أسمع أغنية كلش حلوة يقول بها نزار ويغني كاظم الساهر: إذا مر يوم ولم أتذكر به أن أقول صباحك سكر، فلا تحزني من ذهولي وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحبك، فحين أنا لا أقول أحبك، فمعناه أني أحبك أكثر. صباحك سكر وصباحك سكر يا بغداد. أهلا المشاهدين، المنبه الجوي حيدر حبيبي انضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير استاذ حيدر. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهديكم. اهلا ومرحبا بك استاذ حيدر. ما هي الحاله الجويه في عموم انحاء العراق؟ بكل سرور. بالنسبه للحاله الجويه لهذا اليوم لعراقنا الحبيب، سوف تتاثر البلاد بامتداد منخفض جوي قادم من تركيا، ليكون الطقس في المنطقه الشماليه سوف يكون غائم مع تساقط امطار خفيفه في اماكن متفرقه منها بعد الظهر. أما بالنسبة للمنطقتين الوسطى والجنوبية سوف يكون الطقس فيهما غائم جزئي لا غائم. درجات الحرارة على العموم سوف تكون مقاربة لما سجل يوم أمس، أي سوف تكون 19 درجة مئوية. الرياح سوف تكون جنوبية شرقية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعة من 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة. هذا في المنطقة الشمالية. أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية سوف تكون متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتراوح سرعة من 5 إلى 10 كيلومتر بالساعة. بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى، حتى تكون هنالك لدى المشاهد فكرة عن درجة الحرارة العظمى اليوم أمس كانت أيضا 19 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدل بدرجتين. ودرجة الحرارة العظمى اللي نتوقعها لهذا اليوم في مدينة بغداد سوف تكون 19 درجة مئوية. بالنسبة لدرجة الحرارة الصغرى التي سجلت لدينا في بغداد لهذا اليوم صباح، هذا اليوم في الساعة السادسة صباحا، كانت 6 درجات مئوية، وهي أعلى من المعدل بدرجة واحدة. هذا بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم. أما بالنسبة للحالة الجوية اليوم غد، سوف تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي قادم من شرق تركيا، ويكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع بعض القطع من الغيوم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة سوف ترتفع قليلا في المنطقة الشمالية، وسوف تكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أي مقاربة لـ 19 درجة مئوية عن اليوم السابق. الرياح سوف تكون شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، تتراوح سرعة من 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة. مدى الرؤية وكل معتاد في الطقس الصحوي يتراوح من 8 إلى 10 كيلومتر. هذا ملخص الحالة الجوية لهذا اليوم ويوم غد. نعم، شكرا لك أستاذ حيدر. طيب حيدر، خلينا ننتقل إلى حالة المرور، ومعنا على الهاتف سيادة العقيد محمد الزيدي، ونقول له صباح الخير وإن شاء الله تكون يا رب بخير. صباح الخير عقيد محمد. شكرا. صباح الخير، صباح الأنوار عليكم وعلى سادة الاستوديو وعلى كل مشاهدين من قناة المدى الفضائية. نعم صباح الخير. سيادة العقيد، خبرنا اليوم شلونها حالة المرور، والحمد لله يعني من جينا ما كان اكو ازدحام هواية اليوم، يعني الحركة شوية اجمل. صحيح ما صدقتي، صحيح لانه تعرفين حضرتك يعني الامتحانات خفت. نعم. للطلبة الاعزاء اتمنى لهم ان شاء الله النجاح كل المراحل ما عدا يمكن مراحل قليلة من الكليات. طبعا حركة سير مرور اليوم الصبح اكو كثافة الحقيقة لمناطق معينة، لكن في الوقت الحاضر مثلا في جوالي يعني في الشارع في باب المعظم اتجاه تحت الميدان اكو كثافة لكن قليلة. انتقل الى يعني اخذ لبة الازدحام عند بوابة الرئيسية، دائما انا اكد عليه الحقيقة. سمحنا خدمة موفقة الحمد لله، شكرا بكل اللوريات قبل موعدها، لانه تعرفون هذا مدخل العاصمه الشمالي
من كل المحافظات كل اللوريات. لذلك نشتغل مع القوات الاستقبال، خلينا اللوريات تدخل على شكل وجبات، يعني كل ساعة 50 أو 40 لوري حتى نخفف الازدحام اللي موجود. لذلك يدخل طيب عقيد محمد، يعني هاي المشكلة يمكن راح تصير أزلية، صار لها فترة طويلة، كان السونار عاطل وهسه السونار مركبة السونار سيارة السونار صلحت، ومع ذلك يعني اكو زخم وكثافة مرورية على سيطرة الحسينية مدخل بغداد من جهة ديالة، يعني ماكو حل لهاي المسألة؟ حيدر، هي المشكلة يعني فقط هذا المنصب بالضبط، هي الباب الوحيد لدخول هذا الدار، هذه البوابه الوحيده، فيها اللوريات، فيها الشفلات، فيها السيارات الخصوصي، وسونار واحد. نعم. اللي بدونا قاعدين احنا، يعني هذه المشكله، لكن احنا حتى نساعد مواطننا الكريم، طلبنا من وزاره الدفاع عن بغداد، كيف راح يكون خفيف ان شاء الله السير، بعد ما حصلنا الموافقات يعني. بس ان شاء الله على قريب جدا يعني تصير بوابه ثانيه، تعرف جسر المثنى كان بها اعمال. نعم بالفعل. المثنى موجود، لكن جسر المثنى سبب زخم على هذه المكانات الموجوده. لكن ان شاء الله الموقف يصير زين من الى الساعه 12 تقريبا. باقي التقاطعات الرصاصه الموقف جيد، حيدر عندنا فقط شورج الاتجاه الخلاني تشهد كثافه عربات ومشاه طبعا. اما باقي التقاطعات الخلاني التحرير الطيران الموقف جيد. يوم امس كان اكو عقيد محمد، كان اكو اعمال للبلديه، اعمال تبليط على ما اعتقد بالقرب من جامع الخلفاء، انتهت لو بعدها يعني والسير رجع طبيعي هناك؟ اكتاء، لكن يعني اجيبك للتعرفين تقولون عندنا اليوم قد انبوب ماء، يعني هاي مشكله طبعا. نعم. ايضا عند تحت الخلفاء، هذا ايضا يسبب كثافه في حركه السير بالفعل، راح تشوف ازدحام. نعم. ما وصلنا لقينا البوري مال المي قاد، هذه مشكله طبعا نعاني منها احنا، هذا احنا نسميه الازدحام المفاجئ اللي تصل من الاخوان في امانه بغداد، حاليا يشتغلون به ان شاء الله حوالي بال 12 ونص خبرونا ان يخلصون هذا المكان، لكن الكلام ما اتفضلت انه انتهى. باقي التقاطعات الكرخ الموقف جيد، مركز الكرخ هو يعني موقف جيد، المداخل جيده ايضا. لذلك مثل ما تفضلت الاخت انه حركه السير والمرور في هذه الوقت الحاضر مع هذه المناطق تعرف يعني سياده العقيد، لو كل يوم يا واحد يجي هيك الدوامه يعني بازدحام خفيف حتى يوصل نفسيته مرتاحه. بالفعل. احنا يا ريت نتمنى، والله احنا فقط نتمنى من يعني سياده عمليه بغداد فتح اكثر باللاين بالسيطرات، بشكل مو هذا الازدحام فقط السيطرات، ولا احنا دوريات المرور والدراجات واقوام اتجاه المرور في كل التقاطعات موجودين، لكن ما نقدر نتدخل في عمل السيطرات لانه تعرفون هذا ظرف امني يحتاج الى تفكيك دقيق. بالفعل. وهذا عملهم هو اكيد ان شاء الله. نعم، شكرا عقيد محمد على ايضاح هذه النقاط، شكرا جزيلا. إذن هذه عودة مجددة أعزائي المشاهدين. طفلي لا ينام ليلا، نوم متقطع واستيقاظ متكرر أثناء الليل دون حاجة للرضاعة أو تغيير للحفاظ في أغلب الأحيان، لماذا؟ الشكوى شائعة وتأتي على لسان الكثير من الأمهات الحديثات الولادة، وهو ما يطلق عليه علميا باضطرابات النوم أو اضطرابات نوم الرضيع، والذي يعكس بالضرورة قلقه وصعوبة تكيفه مع البيئة المحيطة به. عن هذه الأسباب وهذه المشاكل وسبل يعني معالجتها معنا على الهاتف الدكتورة إيمان شهاب، وخلونا نقول لها صباح الغير وصباح الخير يا دكتورة. صباح الخير دكتورة إيمان. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك أستاذ، ومرحبا دكتورة إيمان. بداية يعني لاحظ المولود حديث الولادة دائما يرفض النوم بالليل، وشالع قلب أمه وأبوه، شو نسوي لحتى نرتاح؟ والله هو طفل حديث الولادة أكيد يكون في نعم. حياته يعني قليل النوم، ويعني هو المفروض أن ينام من 10 إلى 16 ساعة وحتى إلى 20 ساعة في اليوم. فأكيد إذا كان هناك في مغص معوي أو هناك تبديل الحفاضة ضروري يعني يقلقه، فممكن أنه يعني تشبع معدة الأم، لأنها هو أول سبب لاضطراب النوم، لأنه الطفل حديث الولادة في أكثر الأحيان يكون يعني معتمد على الرضاعة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية والحديث الأم أساسا هو يعني سهل الهضم وسهل الانتقاض، وبعد ذلك تكون يعني الأمعاء شغالة حوالي 10 مرات في اليوم، وهذا لا يسمى إسهال.
انما نعم. هو هضم طبيعي للغذاء اللي هو الحليب. فبذلك يعني المعده لما تكون جائعه تاتيها بفرط الماء يعبر الا عن طريق الصراخ. فالمراه يعني تحاول او الام تحاول ان ترضع او تشبع فرط الماء عندما تعتمد 4 ساعات عندما اذا كان حديث الولاده. يجب ان طيب نعم. على عادات معينه يعني مثلا ان تكون هنالك التزام بوقت النوم اثناء النهار. التزام النوم ايضا اثناء الليل يعني مو دائما تحمله بيندراها يعني صحيح لازم تشعره بالطمانينه بس يعني مو دائما يجب ان تتعلم على النظام مثلا قلل الضوضاء لما تجيك قرر النوم اثناء النهار او الليل قلل الضوضاء تخلي في غرفه هادئه او شويه ضوء خافت وقد يعني تعلم على عادات معينه مثل الموسيقى الهادئه او مثلا احنا نقول ساعه امنه لولينا مثلا دكتوره على بختك يا موسيقى هادئه يعني موسيقى حلوه يعني طيب دكتورة دائما استيقاظ الطفل بالليل هو دلالة على احتياج الطفل لأمر معين أو ينقص الطفل أمر معين لو ممكن الطفل ما محتاج أي شيء ويعجبه يستيقظ بالليل يعني ماخذ الموضوع هواية لا أكثر ولا أقل والله ممكن يعني يكون هو محتاج لحنان الأم لأنه هذا الوقت يعني بعد 6 أسابيع الطفل يحتاج يكون يوعي على العالم الخارجي ويريد أنه مثلا يتعلق بالأم فيتعرف على أمه يعني فاحتياجي يكون يعني يكون مثلا يصبح دائما بانه يريد ان يكون بين احضان امه فالام يجب ان ما تعلمه دائما لانه هو بعمر 6 شهور يجب ان يكون يعني ينام وحده تخلي بسريره تخلي لما يخالف هزه خفيفه فتعلم على هذه الهزه الخفيفه تسري لان ينام ضوء خافت يعني اكثر الاحيان الطفل يتعلم على عاده معينه وتحاول ان تنيمه بالنهار لانه نوم النهار ايضا يحاول يعني يخلي الطفل يعني ما يقعد بالليل يعني يتعب إذا ما ينام في النهار حيتعب ومن يتعب في النهار حيظل يصرخ فأقصد نظام معين في حياته وغذائه يعني يكون ينام الزيادة دكتورة يعني ممكن أنه طريقة إرضاع الطفل بطريقة عشوائية يعني هي سبب من أسباب اضطرابات النوم عند الأطفال؟ نعم لأنه يعني مثل الأم تتصور أنه يجب أن أرضع كل ما بيش أرضع ومو صحيح هذا الحد 2 إلى 4 ساعات هاي الوقت المثالي بالنسبة للرضاعة في أمر الأسابيع بعدين كل 2 إلى 4 ساعات رضاعة بعدين الأسابيع ممكن أنه مثلا كل 6 ساعات أو كل 5 ساعات يعني يقلل يبتعد الوقت يعني فهي لما تدخل 24 ساعة رضاعة بيعتياد حيث ما تمرض معوي ولا يصبح تقيؤ بالنسبة للرضاعة الزايدة أو الحديد الزايد فأهم يعني اضطراب المعوي وهم أسباب من أسباب الغازات سبب من أسباب نعم طيب دكتورة إذا لاحظنا أنه هاي الحالة ملازمة للطفل والطفل يستيقظ هواية بالليل ودائما يعني بكل الليالي هل هذا إلى آثار سلبية على صحة الطفل؟ طبعا الطفل يزداد حوالي 4 ساعة إلى النوم فهذا النوم يعني زيادة إذا ما ينام يعني جزء النوم زيادة عصبي دائما هذا يعني قد تلجأ الأم إلى الطبيب يعني حتى يخليهم في الأشياء مثلا انت تستخدمين اللي هو يخلي المرض المعوي او يسجل معاه الدرس اللي معاه راح ينام يعني. طيب دكتوره، دكتوره ايضا يقال انه الاطفال اللي ينولدون بشهر 7 او بشهر 8 يعني الولاده المبكره يكونون اكثر عرضه للاصابه باضطرابات النوم، يعني ما مدى صحه هذه المعلومه؟ لا والله مو صحيح، هو اذا كان هو طفل مثلا اقل من 7 اشهر او 7 اشهر فما فوق، يعني اذا كان هو مثلا احنا يعني خرجنا من الخطة ما محتاج ورضعته طبيعية ونومه هادئ ما أخذ إشارة إنه إذا كان هو طفل خديج يعني طفل ما ينام بالليل لا ما يعني هو حالة طفل اللي أعطى هو يعني قرر الطبيب إنه هو كل أموره فعالية بالنسبة للتنفس إلى عنده مشكلة بالتنفس مثلا نعم شكرا دكتورة على إيضاح هذه النقاط نعم شكرا دكتورة على هذه النصائح الطبية أحبتي المشاهدين تمكن فريق من طلبة كلية الهندسة في جامعة واسط من تصنيع جهاز لفحص كمية الشب المستخدم لتنقية المياه بمشاريع إنتاج مياه الشرب ليتم تصنيعهم بمواد محلية وذو كفاءة عالية وأقل كلفة مقارنة بمثيله المستورد من مناشئ عالمية بهاء زهير وهذا التقرير تمكن فريق من طلبة كلية الهندسة في جامعة واسط من تصنيع جهاز لفحص كمية الشب المستخدم في تنقية المياه
بمشاريع إنتاج مياه الشرب ليتم تصنيعه بمواد محلية وذو كفاءة عالية وأقل كلفة مقارنة بمثيله المستورد من مناشئ عالمية. تجربة الجار تيست أحد التجارب المهمة في محطات معالجة المياه، مياه الشرب، تتضمن إيجاد كمية الشب أو نسبة الشب المثلى اللي نستخدمها في ترسيب المواد العالقة اللي موجودة في المياه الخام. جهاز بنفس الدقة، يعني مقارنة مع الجهاز الإيطالي بنماذج مي، لقينا أنه تقريبا الدقة تصل إلى 99 وأحيانا 100%، دقة متطابقة. وبنفس الوقت يعتبر هذا الجهاز أيضا من ناحية الكلفة، الجهاز الأول اللي اشتريناه تقريبا كان كلفته 4 ملايين، بينما هذا الجهاز اللي صنعه الطلاب كلفة الكلية ما تجاوزت حتى المليون. الطلبة المشاركون في تصنيع الجهاز أكدوا تم تصنيعه من مواد متوفرة في الأسواق المحلية ومن حسابهم الخاصة، مشيرين إلى تعميم الفكرة على بقية الأقسام العلمية في الجامعات العراقية. الجهاز يتكون من هيكل ألمنيوم، فريم ألمنيوم مثبت بأربع محركات بجير بوكس صغيرة، وقدرنا أن كهربائيا نتحكم بسرعتها بحيث نحصل على السرعة البطيئة والسرعة السريعة للدوران اللي يتطلبها الفحص، وأربع دوارق. ومثل ما شفتوا الجهاز أنتوا، بعد ما كملنا دخلنا للفحص للعمل وقارنا بالجهاز اللي مصنع بإيطاليا، وكانت النتائج مطابقة للجهاز اللي مصنع بإيطاليا. أنا شغلي أشتغل بالشغلات الكهربائية، شفت نفسي أنه أقدر أسوي واحد. فمن الناحية الفنية كانت مشكلة أنه نحصل موتورات بسرعة قليلة ومتغيرة بنفس الوقت. بعد ما رحنا شفنا الجهاز اللي أساسا يستخدم بالمحطات، بالمحطة مشروع الماء الكوت الكبير أو يعني غير محطة، صارت فكرة عن الموضوع. تصنيع جهاز ذو إمكانية بسيطة يمكن الاستفادة منه من قبل طلبة الدراسات الأولية والدراسات العليا. من داخل جامعة وسط لبرنامج صباح الغير، بهاء زهير، قناة المدى. أعزائي المشاهدين، تعد آلام الظهر واحدة من أكثر الآلام شيوعا، وهي تؤثر على 80% من الأفراد في مرحلة معينة من حياتهم. وتتعدد آلام الظهر وتختلف فيما بينها من حيث العلاجات بحسب موضع الألم، في حين يمكن التخلص منها من دون تناول العقاقير. أشارت الدراسات الحديثة إلى أن مسكن الآلام وخافض الحرارة الأكثر استعمالاً منذ 70 عاماً الباراسيتامول غير فعال في علاج الكثير من الأمراض، إضافة إلى أنه يتسبب بتلبد المشاعر ويقلل من البهجة والحزن على حد سواء. وكشفت إحدى الدراسات أن الأدوية التي تحتوي على مادة الباراسيتامول غير فعالة في علاج آلام الظهر، وأن تلك الأدوية ربما قد تتسبب بأضرار أخرى للجسم، في حين يمكن للمريض أن يعالج آلام الظهر من دون اللجوء إلى الأدوية. عن آلام الظهر وطرق علاجها موضوع فقراتنا الطبية، وأيضا هذا ما سنتحدث عنه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الستار حمادي. وصباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور عبد الستار. أهلا وحيدر. دكتور، بداية خلينا نعرف شنو اللي ممكن يسبب آلام الظهر، لكن على عجالة، لأن تدري هذا بحر واسع. نعم. وإحنا وقتنا ضيق. من بعدها نتناول موضوع كيفية الوقاية من أمراض الظهر أو من آلام الظهر وطريقة علاجها بدون استخدام الأدوية. نعم، بارك الله بك. حقيقة هذا موضوع مهم. آلام الظهر من الشكوى، هي حقيقة. نعم. ومن الأعراض الشائعة جدا في المجتمع، ونتيجة التطور ونتيجة نمط الحياة الحديثة أصبحت آلام الظهر من الشكاوي الرئيسية في كثير من الأعمار والعوائل أيضا.
حقيقة حتى نأخذها على عجالة، نكو منطقتين رئيسية في الظهر ممكن أنه تتعرض لها إلى آلام، اللي هي أما آلام موضعية يا أما تشنج عضلي، هي الرقبة ومنطقة القطنية. المنطقة القطنية المحصورة ما بين الصدر وما بين الحوض، هذه المنطقة اللي أنه واهنة ويكون العمود الفقري هو فقط اللي موجود، ما مسنود بعظام عظام الحوض أو عظام القفص الصدري، فيكون دائما معرضة إلى التشنج، إلى الألم. والألم هنا يكون شكلين، يا أما ألم موضعي يا أما ألم يتحول أو ينتقل إلى الساقين. من الأمراض من الأسباب الرئيسية حقيقة للآلام الظهر حقيقة مثل ما نعرف هي ناتجة من البيهيفير، من التصرف، ومن الطبيعة والعادات، عاداتنا بالجلوس، عاداتنا بالمطالعة، عاداتنا بالأعمال اليومية أيضا، إضافة إلى طبيعة العمل. احنا بالنسبه لنا اكثر الالام الظهر الناتجه نتيجه ثقل ميكانيكي او نتيجه الميكانيكيه خلينا نقول عليها رفع الاثقال او نتيجه المهنه، مثلا الحمال يشتغلون بالحماله او كذا، هاي ناتجه من رفع الاثقال بطريقه غير صحيحه او تكون اوفر، ممكن انه تسبب له الام الظهر اللي تنتج يا اما شد على الانسجه الرابطه للعمود الفقري، يا اما تشنج عضلي، يا اما انزلاق الغضروفه او خروج الغضروفه، اللي هي طبعا الغضروف مثل ما هو معروف هي مخفف للصدمه ويحاول انه يعطي المرونه الى العمود الفقري بالحركات، هاي الحركات اللي احنا نسويها، هذه ناتجه من وجود الغضروفه. هذه الامراض حقيقه شائعه جدا وناتجة من عدم معرفتنا بطريقة الصحيحة للجلوس، الطريقة الصحيحة برفع الأثقال، الطريقة الصحيحة حتى في الجلوس، يعني في إذا الواحد يقعد على حاسبة أو في مكان العمل. دكتور، أول ما دخلت قلت خلي أجرب الكرسي مالتكم، صحي مو صحي؟ لا طبعا مو صحي. الجلسة الصحيحة الجلسة الصحيحة شلون؟ الجلسة الصحيحة المفروض 90 فوق، من 90 فوق و90 جوا أيضا، يعني ولذلك أكو حمالة قدمين المفروض، خاصة إلى واحد عنده دائرة وقاعدة مكتبية، فالمفروض 90 فوق و90 جوا إذا أكون ممكن أنه يرفع القدمين يتحكم بها يخفضها إلى هذه. هذا الجلسة الطبيعية. حقيقة في دول الخارج مثلا اليابان والصين يتعاملون مع الأطفال في البداية بحيث جلوسهم على الرحلات يخلونهم قدامهم قضيب، هذا القضيب يحدد الحركة بحيث ما يخليه ينحني للأمام حتى، والحاسوب المفروض لأن تعرف كلهم حواسيب، الحاسوب لازم يبعد عنه 45 سنتيم حتى يخليه في وضع مريح. هذه الأوضاع الطبيعية تخلي تبعد عنك التشنج، تبعد عنك التوتر، واللي اللي اللي ينتج واحد يعني يزيد الأخ، يعني التوتر ممكن يسوي لك تشنج بالعضلات، هذه العضلات من ضمنها عضلات الظهر، وبنفس الوقت هي عضلات الظهر والتشنج ممكن انه يسوي لك توتر، وذلك تدخل في دائرة مغلقة. التمارين الرياضية، ممارسة الرياضة مهمة جدا، المشي من 10,000 إلى 12,000 خطوة يوميا مهمة جدا، جلسات المشي تساعد تعطي مرونة إلى الظهر بحيث تخليه يتقبل الحركات غير الاعتيادية اللي احنا نسويها. هاي الجلسات ممكن انه نبدأ بها بخمس دقائق خمس مرات يوميا، بعدين نسويها 10 دقائق لمدة مثلا 4 مرات، بعدين نسويها إلى ما نوصل إلى ربع ساعة مرتين يومية تكون كافية لإعطاء مرونة إلى الظهر. إذن رياضة المشي مهمة جدا، الجلسة واختيار الكرسي المريح إنه مهم جدا، طريقة صعود الدراج من الأشياء الرئيسية. إحنا هسه كل واحد من عندنا يصعد الدرج، أول لازم يصعد باية باية، لازم عملية الفتح ما تصير واسعة، لأنه لما يصير عملية تقديم الساق بخطوة واسعة ممكن أنه الغضروفة ممكن أنه تتحرك من مكانتها. لازم يكون منتصب القامة، ما يصير تنحني إلى الأمام، هاي نقطة مهمة. من الأمور الأخرى حقيقة طبعا يعني اللي احنا نشوفها عند النساء أكثر شيء، عند النساء طبعا تختلف الأمور، أكو سن اليأس وهشاشة العظام اللي هم بها، إضافة إلى أمه دائما اندور يعني داخل البيوت، ولذلك هشاشة العظام ممكن يسوي لك مشاكل توصل إلى حد أنه الفقرة هذه ممكن أنه يصير كسر انضغاطي بها، ولذلك تكون معرضة إلى آلام الظهر بشكل كبير جدا. أعمال المنزلية، عدم التعرض إلى أشعة الشمس بشكل صحيح بشكل كافي، الغذاء
الغذاء الصحي مهم جدا. الآن اكتشفوا فد أمور مهمة جدا لعلاج أمراض الظهر حقيقة، آلام الظهر بعيدة عن الأدوية. بعيدة عن الأدوية، نعم. اللي قالتها الأخت على الباراسيتول، طبعا الباراسيتول يعني اليوم دمرتها تدمير كامل هي، في حين هو المسكين يعني دواء بسيط، وهذا ما بأضرار اللي أضرار جانبية من النون ستيرويد أنتي إنفلاماتوري البروفين والبونستان والفولتارين اللي بها أضرار أكثر حقيقة على المعدة وكثير من الأمور. الحقيقة هناك طرق كثيرة لعلاج آلام الظهر. مثل ما قلنا إحنا إذا لازم نتخذ الوضع الصحيح، نعرف شلون نرتب أمورنا، مثلا السياقة على سبيل المثال، خلينا نطلع عليها السياقة، السواقين، لأنه أغلبيتهم الآن الناس دا يسوقون، والطرق والحفريات، وإضافة إلى نوعية السيارات اللي تجينا. حقيقة المفروض إحنا دائما نعاني من مشكلة الفقرات العنقية. كيف تكون الجلسة الصحيحة بالسيارة دكتور؟ أولا لازم ريست، يعني هاي القعده مالتك انت المفروض نصف ساعه لازم هسه شو انت تمشيت شويه يعني في الشيء، يعني انت ثقافتك عاليه، تمشيت غيرت وضعيتك، هاي التغيير الوضعيه تقلل الشد مالت العضلات. هسه مثلا الاخت هنا لما قاعده هاي القعده اكو شد على العضلات، هي ما تحس بيه، بس اكو شد على العضلات العمود الفقري كليته، هي متوتر ما تحس بيه، بس هو موجود. لما كل نص ساعه، كل 45 دقيقه تتمشى، ممكن انه توخر هذا الشد عن العمود الفقري. اكو نقطة مهمة ايضا الان اللي يسموها، طبعا اضافة الى اليوغا. اليوغا هاي هي ولو هي قضايا دينية، بس احنا نجي على جانب جانب التأملي، التأملي بيها. السيطرة على التنفس بطريقة معينة نظامية، ممكن انه يسحب نفس ويطرح النفس عن طريق الانف ويستخرج عن طريق الفم بوضع انتصاب 96 درجة مئوي يعني، وتشوفين انه يكرر هذا الطرح النفس اللي استمر 7 ثواني ويعيدها، وتعيد هاي الحركة بشكل تأملي، وتشوفين انه اكو فد استرخاء الى عضلات الظهر بشكل مو طبيعي. اكو رياضة القوة، واكو رياضة الشد على الانسجة الرابطة، هاي اللي موجودة معروفة بدول جنوب شرق آسيا. بس اكو ايضا استخدام الرياضة الحرارية، مثلا يسموها مثلا جو بارد الى جو حار، جو بارد الى جو حار. دكتور، وانا تكلمت عن تغييرات درجه الحراره وتاثيرات الجو، تدري احنا الشتاء هسه حاليا، نعم، ومرت علينا كثير من موجات البرد، ويمكن ايضا تمر علينا، بالتالي هذا البرد بالتاكيد له تاثير بنسبه او باخرى على الام الظهر. كيف ممكن نخلي المشاهد، احنا تكلمنا في جانب الوقائي، نعم، الان كيف ممكن نخلي المشاهد اللي يعاني من الام الظهر خصوصا بسبب تغيرات الجو، نعم، والام بسيطه طبعا، لان اذا صعبه اكيد يحتاج لها ادويه، اكيد، فالالام البسيطه كيف ممكن نتخلص من عندها بدون اللجوء الى الادويه؟ نعم، خلينا نقعد اول ما يقعد الصبح، نعم، طبعا المفروض الوسادة تكون مريحه، والدوشك احنا نسميه الدوشك، ها، نعم، السرير لازم يكون مريح ايضا وملائم الى الارتفاع مالت العنق بين الكتف والرقبه. دكتور، منو الاكثر صحيا، الفراش القطن ولا الاسفنج؟ هي شوف، اذا اكو اسفنج المضغوط، نعم، يعادل القطن، بس القطن يعني القطن اللي ياخذ الوضع الطبيعي، اللي يكون الصلابه مالته لا كلش قوي ولا هو كلش منفوش، هو هذا يعني القصد من عده، اللي حافظ على الرقبة، يقلل الحركة بالليل، يقللها، لكنه بالوضع الطبيعي، مو وضع مائل ولا وضع مريح، وضع طبيعي ضمن هاي الفترة، ويقلل الحركة مالته، هو حقيقة المعول عليه. الجلوس صباحا يجب انه واحد لما يجلس من الصبح ما يقوم رأسا بشكل مفاجئ، لازم يقعد، والجلوس يكون هادئ، يبقى على السرير شوية، يبقى على السرير، نعم، وبعدين يتنفس نفس عميق وكذا، ولما ينهض كذلك ينهض. ليش؟ لأنه عضلاته تكون بذاك الوقت ما مستعدة إلى أي جهد مفاجئ وبعدين يمارس حياته الطبيعية. مثلا المغسلة ما يصير أنه أنت تدنق، هذا تدنق البسيط، خاصة مثلا إذا واحد مثلا منشول او عده قحه او فد شيء، من الصبح لازم يتجنب انه هاي الانحناء، لانه اذا وياها جت عطسه قويه ممكن يصير عنده انزلاق غضروفي في الفقرات القطنيه، وممكن يسوي له مشاكل كثيره. الان اكو في المانيا طريقه ممتازه لتدريب او
تقوية عضلات الظهر أو تقوية نعم. الظهر الظهر يتقوى من شغلتين. الظهر لازم كالسيوم حتى تكون الفقرة تكون متكلسة بشكل صحيح، الفقرات الغضروفة لازم تكون مرنة، إضافة إلى الروابط. شافوا أكل عضلات، هاي العضلات الصغيرة هي دورها بإسناد العمود الفقري أكثر من الروابط. هاي العضلات الصغيرة شلون ندربها؟ يدربوها يخلون مثلا دوشق سفنج، واحد يحاول انه على تكرج اللي يوقف ويحافظ على التوازن مالته. المحافظة على التوازن تتم عن طريق هذه العضلات الصغيرة. نعم. فهاي تكرارها بطريقة معينة الى ما يزيد ربع ساعة. طبعا هم عندهم فد اشياء خاصة، مثلا عندهم مثل الطوبة او التفاخة الكبيرة، لكنه تكون مرنة بحيث واحد يمشي عليها شلون واحد يمشي على دوشق مال مي مثلا. نعم. ويحاول انه يحافظ على التوازن مالته. شافوا هذا له دور كبير جدا بتقوية العمود الفقري ويمنع الانزلاقات اللي موجودة. احنا العراقيين اغلبيتنا لانه حقيقة احنا طوال، بس هسه يمكن راح نكسر شوية على الاوضاع الجديدة. الطويل طبعا يصيب يعني دائما معرض الى هذه الامور، الى الانزلاق الغضروفي والى الامور اللي ممكن تشنجها. اكو موظفين يعني عموما يقضون 6 ساعات إلى 8 ساعات امام الحواسيب. نعم. يعني فتره طويله من الجلوس. نعم. يعني بش تنصحهم شي يسوون على مود يتلافون الام الظهر؟ نعم. اول شيء الحاسوب لازم يكون بمستوى، احنا قلنا الجلسه لازم 90 درجه انتهى الموضوع مالها. الحاسوب لازم يكون 45 مسافه بينه وبين الحاسوب، ويجب ان يكون بمستوى النظر، يعني تلدني جيني هيك ولا تبعيني. طيب عفوا دكتور، بهيك حاله انا راح استخدم الحاسوب بهالطريقه. نعم. بهيك حاله الفقرات العنقيه والعضلات الكتف ما راح تتاذى؟ لا، انت هسه قدامك الحاسوب. طيب. انا قصد النظر، مستوى النظر هسه لو شايفهم انت. نعم. لو تباوع انت زين على ال اذا ما يراد الحاسوب يكون مرتفع جدا. لا لا، بهالطريقه لازم بالضبط. نعم. عشت ايدك، يعني المفروض انا ما دا اقول لك على الايد، دا احكي لك على الشاشه اللي قدامك. ولازم كل 40 دقيقه المفروض يغير شوي، يتحرك، يغير من وضع الرقبه مالته كذا. انا يمكن دا اسوي فت حركات، انا ما اعرف ايش دا يطلع بالتلفزيون حقيقه، بس هو المخرج دا يقول هاي جمانه تقعد بهاي الطريقه على الحاسوب. اي عشت ايدك. انا شفتك متوتره بالقعده مالتك، لا شوف ايش رافعه الساقين شويه من الامام، يرادج قاعده بعد اريح، خاصه اذا قدمي لها فتره طويله. اعتقد عني من تشنجات بسيطه حقيقه. احنا دائما ننظر الى المراه بشكل خاص، المراه هي مسكينه حقيقه. في فتره الانجاب الام الظهر قد تعزي الى الرحم. طبعا هذا مهمه، طبعا احنا ما نحكي على امراض الروماتيز وامراض الالتهابات، وهي خليها على جنب، احنا نحكي على الكومن. في بعد سن اليأس هشاشة العظام راح تاخذ من عندها فد جزء معين، ايضا تخليها معرضه الى 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 امور كثيره، من ضمنها انحناء اسفل الرقبه، انحناء بدايه اسفل الفقرات العنقيه واعلى الصدريه، انحناء هذا الانحناء. احنا حقيقه انا يعني مرات قلبي ينحصر عليه. شنو اسباب الانحناء هذا دكتور؟ وهاي بوزيشنر، هاي المفروض هي دائما تعود نفسها في وضع معين، لما تباوع على التلفزيون وضع عادي، بعدين احنا نضطر انه نلبس الكولر. هذا الكولر ممكن تصحيحه دكتور؟ يعني هو ياخذ وقت حتى ياخذ قالب، بس لما ترجع هم ياخذ وقت طويل. فاحنا ليش ما نمارس رياضه ودائما مرونه بالعمود الفقري مالتنا، ونقعد قاعده صحيحه، دائما انتبه للقعده مالتي، لما اختار الكرسي اللي اختاره لازم مو بس اباوع على شغلات الكوزماتيك حلو يخبل، لا المفروض اتناوله بالجانب انه مريح ويحقق لي الراحه. يعني انا هسه مثلا هاي كرسي راحه، طبعا انتم هاي اي صوفا هاي بالانجليزي يسموها، هاي كرسي راحه انتم تقدمون عليها البرامج، يعني اكو ماخذ عليها بعيده عنك شوي، ما تسند ظهرك، لازم المفروض ما حد يقعد شلون هسه انت حيدر، انا قلبي ينكسر عليك ظهرك من هنا. بس انا مدى احسب ضيقه او الم، انت بعدك شباب، بعدك شباب ومتعود. هو قال الدكتور انه ما تحس، بس الفقرات هي اللي تكون متشنجه وقت الريس دائما. يعني شكرا دكتور على هاي النصائح، يعني راح نحاول انه نطبقها خصوصا ما يتعلق بمواضيع الجلسه الصحيه السليمه. الله يخليك. شكرا دكتور على تواجدك. انا سعيد جدا حقيقه، سعيد جدا انه اشترك وياكم بهذا البرنامج الحلو. شكرا دكتور. تسلم دكتور، وان شاء الله نلتقيك بحلقات اخرى. الله. اعزائي المشاهدين، في اربيل رسام سوري يتخذ من الحدائق العامه مكان لممارسه هواياته.
كاميرا صباحك غير التقت به ليتحدث عن هوايته هذه. مع إشراقة كل شمس يفترش بشير الأرض بلوحاته متسلحا بقلمه، فربما يستطيع بها تخفيف مرارة العيش وأوجاع الغربة الصعبة. بشير الذي تحدى الظروف والصعوبات وأبى إلا أن يستمر في ممارسة الرسم. هنيك بالرقة تعرفت على الأستاذ علي شيخه، طبعا أخذني على الوسط الفني وشاركت بمعرض جماعية، طبعا كان أغلبه بمتحف طه الطاهة. بعد من عملت معرضين فرديات، واحد بالاتحاد كتاب العرب، الثاني كان بالمركز الثقافي. فتحت مرسم بعد منه، طبعا كنت أشتغل بالإضافة لشو اسمه للرسم، كنت أشتغل بتجليد الفني مجال المطابع من المطابع. رغم الهجرة والابتعاد عن الوطن، إلا أن أنامل بشير رفضت التوقف، متحدية بذلك حدود العديد من الدول التي وقفت في وجه قلمه وريشته. انتقلت لتركيا أنا وعائلتي. تركيا ظليت فترة، تقريبا ظليت شي سنة ونص. بعد من طبعا كان هني اشتغلت بمعمل فستق بتركيا، رحت المشكلة ما كان عندي لغة، أنه كلغة ما كنت أحسن أتجاوب مع العالم كذا. رحت اشتغلت بمعمل فاستقريت هناك بالمعمل، يعني بتعرف انه الواحد بس يهاجر خلاص بس بده يستقر بمكان معين. بعد ما قالوا انه هون بكردستان الامور منيحه وتستفاد اكثر، فحملت حالي انا وعائلتي جينا لهوني. على الرغم من ان بشير استخدم مهنته لكسب رزقه، الا ان الحياه الصعبه لم تنسيه مآسي شعبه، فالعديد من لوحاته تصف بلده. اللوحات عم تعبر عن الواقع، يعني الواقع اللي نحن فيه، أمور الهجرة والأشياء، يعني الشيء اللي مريت فيه، الشيء اللي شاهدته مثلا بمسيرتي بهالهجرة، يعني مثل أي مهاجر تاني. عم بحاول أنه أشتغل كلوحة. يقول بشير بأنه لا يأبه لما وصل إليه من فن وإبداع، كون أحلامه تتعدى الرسم على شرفات الطرق أو الحدائق، فهو يحلم بمعرض يقام على أرض وطنه محتضنا جميع لوحاته. أعزائي المشاهدين، هل يجب أن ننشر كل ما نفكر به؟ من المفارقات الكبيرة في الحياة المعاصرة أن العديد منا يواجهون صعوبة في المحادثة الصادقة وجها لوجه مع أحد، مع العلم أننا قد لا نتورع عن الإفصاح عما نشعر به بالضبط، وأحيانا بالتفصيل الممل. أما في العالم الافتراضي الفيسبوك مثلا، فقد نجد من ينشر أرغب بأن أنقل لكم ما أتناوله من طعام اليوم، وهذا وما تلبث موجة فورية من التعليقات حول الموضوع وحول موضوع الطعام. لقد تناولت الطعام في المطعم الفلاني. فهل مطلوب منا أن ننشر كل ما نقوم به على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولماذا يشعر البعض أن عليه أن ينشر كل ما يتعلق بحياته على صفحات الفيسبوك؟ أكيد للحديث عن هذا الموضوع راح ياخذنا الزميل يزن ساجد بهذا التقرير. تفضل يا عم. انا 500 نفر الف. ليش الف عين؟ هي كروت الف. يوميا بدنا نصعد ب 500. ما يعد بدك توكل بالله. كيف؟ يلا انزل ممنون. صباح الخير عليكم مشاهدينا الاحبه. قضية النقل الخاص نشوفها باغلب الدول العالمية دائما في تقدم مستمر، الا عدنا بالعراق مع شديد الاسف في تدني وتراجع مستمر. على سبيل المثال نشوف اصحاب الكيات والكوسترات دائما يتحكمون بالأسعار بدون أي رقيب أو حسيب، وأيضا عندهم قضية أنه ما يقبل يطلع إلى أن
يقبط المواطن البسيط شنو ذنبه؟ الموضوع بغاية الأهمية وراح نسلط الضوء عليه مشاهدينا الأحبة، تابعوا. نشوف اليوم عندنا بالبلد قطاع النقل الخاص مع الأسف يعني نشوف بتسيب بفوضى. اليوم نشوف السائق بكيف يخلي تسعيرة، بكيف ما يطلع إلى أن يقبط، شنو الموضوع؟ والله الموضوع بالأساس النقابة. النقابة إذا ما ترجع وتراجع هذا الشيء ويا المواطنين ويا السواق تحديدا، ها كل من يشتغل بعقله. حيدر هيدا طلعنا الجو. لا بس لحظه اصبر، خلينا انشر على الفيسبوك على صفحتي صار خلل فني بالجو. لا انه صار خلل فني بالجو واحنا طالعين بالصباحي. لا تنشر. شنو؟ خلينا بالجو، خلينا ويا المشاهدين. لا لحظه، شنو رايك انشر انه راح نعرض تقرير يزن ساجد حاليا؟ يلا مخرجنا بس دقيقه انطي بوست، يلا تطلع بي لحظه. اهم شيء حيدر ينشر اللي حيدر يشعر بالسعادة لأنه راح يطلع تقرير يزن ساجد. يلا انطلق يزن ساجد وهذا التقرير. ناكل؟ دقيقة خلنا نعطيك صورة. يلا. صباح الخير أعزائي المشاهدين. هناك بعض التصرفات والسلوكيات يقوم بها البعض سواء كان داخل المنزل وخارجه، ومن تلك التصرفات هي تصوير الطعام والقيام بحركة بيس ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا أعزائي المشاهدين فقرتنا لهذا اليوم، ما هي الأسباب التي تدفع للقيام مثل هذه الحركات؟ تابعونا. صباح الخير. صباح النور. انتبهنا عليكم من تناولتوا طعام أخذتوا صور للبيتزا وسويتوا حركة بيس، شنو السبب؟ هي حتى نشر للناس ان احنا قاعدين في مطعم، يعني وننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نغور الناس يعني انه احنا قاعدين بمطعم وهيك شيء. راح تعرضين للانتقاد؟ لا ابد، يعني صارت موده ان كل هيك تسوي يعني. صارت موده؟ اي. زين البعض شلون حقك حاله نفسيه؟ لا يعني هي صارت موده بالعراق يعني انه لازم واحد هيك يسوي يعني هي يعني موقع وينزل لازم هي اي شيء يعني حتى انه نسوي هاي الحركه وننشرها. دائما نسويها؟ اي طبعا لازم نغور الناس انه احنا قاعدين في منطقه. كانت امراه او فتاه ف يعني تقول للناس بان انا اعمل اكل زين وان كان بالمطعم، فهو تقليد اعتادوا الشباب ياخذون من الدول الاجنبيه ويمشون عليه. يعني حتى نغور الناس صديقاتنا ويعني حتى نبين انه احنا بهذا المكان، ويعني هي عادة دائما نسويها. ليش يسووها؟ حتى نغور الناس. يعني ما تعرفين شنو السبب؟ لا بس هيك يعني انه نبين نفسنا انه احنا بهذا المكان. يعني هاي حاله يعني مستغرب منها انا الصراحه، وهواي شباب قاعد نشوفهم خصوصا بالفيسبوك هاي هيك يسوي حاله، وما نعرف هي شنو الحاله، حضاريه او لا والله ما نعرف. طعام ليش يصوره؟ شنو ما شايف يعني؟ ما انا ما افتهم يعني هاي الحاله شنو؟ ما شايفين مثل الطعام انت شنو؟ تصور هاي الحالة وهو قاعد نشوف هاي الحالة. حب المشاركة ويا الناس انه اني اشاركهم اني شنو اللي احب افضل طعام مشاركتي ويا مثلا من ويا اصدقائي ويا اهلي يعني بالمكان. ايش يسوون هاي الحركة ويا الطعام؟ حركة شبابية اكثر ما يعني ظريفة، يعني حركة ظريفة ويومية حنشوف حركات جديدة طبعا يسوون. هذا الشيء اذا زاد عن حده يتعرضون للانتقاد؟ طبعا، لان هو كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضد. يعني السبب انهم فرحانين لما عجبهم شكل الاكل فياخذون صوره للاكل، بس يعني هي بالمبالغه تصير ما حلوه، يعني لما كل اكله تتصور كل يوم كل مناسبه تصير ما حلوه. تعرضون للانتقاد؟ اكيد كل شيء يعني يصير بمبالغه وكثره اكيد يتعرض للانتقاد. هذا الشيء تلاحظيه حاليا؟ اكيد دائما حيل انتشر. سووا انتم؟ أنا أسوي الأكل وغير اللي يصور البقية اللي يصوروا. حضاركم يصورون؟ أكيد إيه البنات الصغار بالذات، خواتي أهلي كلهم يصورون.
شكرا ليزن على هذا التقرير. وتياب عيني ام البيت ندري بيك والله تعرفين تطبخين يعني ما يحتاج هو ياكل اكله اليوم الغدا فلان شيء اليوم العشاء ما ادري شنو وانتم الشباب والبنات ندري عندكم وقت فراغ هواي ابدا تماما تشيكن انشر يمكن مرتين او ثلاثه يعني مثلا من وصلت بيروت سويت تشيكن بالحمرة حتى جماعتي يعرفون يعني يعني بيروت لا حتى جماعتي يعرفون انه انا وصلت لان كنت متفق مع اصدقاء متواعد مثلا مطعم معين ويا جماعتي خوما خبر فلان فلان وما كلهم قلت لهم اسويلكم تشيكن سوينا تشيكن هناك بس مساله تطلع الاكل يعني احنا ندري اليوم الشباب عندك وقت فراغ وعندك فلوس ما شاء الله وجماعتك حلوين وتستايل وعلى قولة المصري شباب روشه ورايح قاعد ويا البيتزا تاخذ البيتزا مو قد انجاز يعني اللي انشرها شنو اكل امي اغور بي العالم يعني يعني هاي خصوصا مثلا يعني اذا امي تسوي يعني كبه موصليه او تسوي دولمه او تسوي كليتشه اكيد يعني هاي انشرها على الفيسبوك يعني ليش؟ اكل امي ايوه اذا اكل امي طيب طيب الك اكل امك خاص بيك الناس شو لها علاقه غير تشوفون ايش راح ناكل انا شو علي إذا أعزائي المشاهدين حتى نسلط الضوء أكثر على هاي المسألة ومسألة نشر كل ما يدور بحياتنا اليومية وخصوصا هاي الصور وهاي العلامة ما أدري ليش المهم معنا بالاستوديو الباحث الاجتماعي الأستاذ عدنان القريشي أهلا مرحبا بك أستاذ أهلا وسهلا بكم صباح الخير عليكم أستاذ نبتدئ الحوار وعلى اختياركم هذا الموضوع المهم اللي يهم الشأن والشارع العراقي بالوقت الحالي نبتدئ الحوار لو تحب نسوي تشيكن وناخذ صورة نسويها لا نبتدئ الحوار وبعدين نبتدئ الحوار إن شاء الله بدون تشيكن وبعدين إن شاء الله هاي خاصة بينا الصورة ناخذها إن شاء الله وما ننزلها على الفيسبوك إن شاء الله دكتور جمانة وبعض البنات ويبدو انه هاي الحالة خاصة يعني بس بالبنات لان ما شفنا ولد قالها يقولون احنا ناخذ هاي الصور للاكل ونسوي الحركات حتى نغور يعني ليش هاي الحالة ليش الانسان بدا يحس هيجي ليش بدا يحس انه هو يحتاج انه يغور الاخرين وليش حاليا ظهرت بالمجتمع ما كانت موجودة سابقا طبعا هي هاي الحالة انتشرت الفترة الأخيرة قبل فعلا يعني بدأت أول ما صار الفيس والسنة الأولى والسنة الثانية والفيس ما صار لأكثر من 5 سنوات لا. هاي الشبكة اللي حققت أوسع انتشار على الشبكة العنكبوتية بحيث خلال هاي الفترة 5 سنوات صار عدد متابعي الفيسبوك أكثر من 1,200,000 شخص إذا أخذنا بنظر الاعتبار عدم مشاركة الصين لأن الصين ممنوع عندهم الفيس فتشوفين يعني واحد حب الظهور عند الشخص أو حب امتلاك الأشياء عند الإنسان ويحاول أن يبرزها للآخرين حتى يحصل على عدد أكبر من الإعجابات وعدد أكبر من اللايكات بالنسبة للصورة اللي أخذها بالإضافة لذلك حتى يحاول يعوض عن النقص اللي يحس به هو يحاول يأخذ هذه الصور والسيلفيات والأكل أو غيرها حتى يستفيد من أكبر عدد من اللايكات وإضافة الأصدقاء بالنسبة إليه فهذه أعتبرها أنا حالة مرضية موجودة عند بعض الشباب وخاصة البنات اللي يحاولون يغورون صديقاتهم بأنهم كانوا بفلان مطعم مميز أو بفلان مكان مميز أو فلان اليوم أكل عندنا مميز دائما ما تعرف ما شاء الله النساء الغيرة بيناتهم موجودة إلى أعلى درجات الغيرة مو مثل الشباب الويل أستاذ إيش معنى الأكل؟ الأكل بالذات لأن هو من دي يأكل ومو بس دي يروح المكان مميز دي يروح المكان أو مطعم متميز فيحاول أن يوصل فكرة بالجماعة أو الأصدقاء بأنه اليوم إحنا فلان مكان فلان مطعم اليوم أكلنا هذه الأكلة فحتى يبين للناس يعني هو اليوم واصل هذه المرحلة نعم إيش فهذه اللي يحاولون يبرزونها دائما الشباب والشابات في طلعاتهم وحتى تعرفين أكو ابتعادهم عن بعض أصدقائهم مثلا بالجامعة أو بالكلية أو بالدراسة حتى يقول اليوم طلعت ويا فلان ويا فلانة وأخذنا هاي الصور يعني اليوم مواقع التواصل الاجتماعي برأيك دكتور أصبحت بديل عن الأصدقاء الحقيقيين وعن الواقع الفعلي مع الأسف صارت الفترة الأخيرة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر أو غيره هو بديل لأنه سهولة الاتصال بالآخرين سببت فأصبح بديل عن المشاعر الحقيقية أو المشاعر الحارة اللي نحس بها تجاه الأصدقاء أو تجاه الأقارب فبقينا نوجه حتى نصير مثل مناسبة فرح أو حزن فاتحة أو غيرها نوجه بمجرد رسالة بسيطة حتى تغنينا عن التوجه إلى هذا الشخص فهذا شيء غلط يعني أنا أروح محيدر وأقعد يمه وأقعد يمه على الكرسي أشتم العطر مالته هاي يعني أكو فرق عما تنزل رسالة باردة جافة وأصلا هي رسالة جاهزة بالموبايل تنزل هي
فهي أثر تأثير كبير على. أكو مسألة أخرى أيضا يعني دكتور، أحيانا نكون يعني طالعين وقاعدين ويا أصدقائنا، مع هذا ننسى أصدقائنا اللي قاعدين ونلتهي بالتليفون، يعني شنو فرق الصديق اللي موجود على الفيسبوك أو يعني بهذه التطبيقات الموجودة بالتليفون عن ما موجود بالواقع؟ هي الحال نعال من عدد أجمعين، يعني مو بس بين الأصدقاء، حتى داخل البيت. نعم. إحنا قاعدين بيت وعائلة واحدة، ونشوف كل واحد منتهي بالموبايل مالته وماكو ذاك التواصل، بينما قبل كان تجمعنا مائدة واحدة. نعم. كل إحنا قاعدين بغرفة واحدة، هسه سواء طلعنا إحنا قاعدين مثل ويا أصدقاء كافتيريا أو بمكان، أيضا كل واحد كان شو موبايله وعايف الثاني. بالبيت كل واحد رايح لغرفته وعايف الثاني، فهذه أحد الأضرار اللي سببتها أو سببت تفكك الأسري هي ظاهرة. أو هو أمامي موجود ما بيني وبينه مترتين يحكي عايد إزلي ما تحس بإزلي مسج يحكي عايد إزلي مسج هي اللي هو عايش بغير عالم، عايش بعالم افتراضي يعني. من نعم الفيسبوك أنت صحيح صار عندك تواصل ويا ناس فقدتهم من فترة معينة واكتشفتهم ولقيتهم في الفيسبوك، وخاصة ذول اللي هاجروا مثلا أو سافروا لغرض الدراسة أو غيرها، لكن صار عندك أنت في فراغ فكري بقيت ملتهي يعني مشغول، تقضي نص وقتك، تقضي أكثر من وقتك هو بالانتباه. سرقنا هذا العالم الافتراضي، سرقنا من الواقع مع الأسف. يعني شنو السحر هذا اللي سرقنا منه؟ التطور وتأثرنا بالتكنولوجيا هو اللي خلانا أن نندفع بكل قوانا العقلية والذهنية نحو الاستفادة من هذه التكنولوجيا اللي موجودة، وسهولة الاتصال والتواصل مع الآخرين وكسب أصدقاء جدد. بالإضافة لذلك هذا راح يؤدي إلى أن يعيش شخص بانعزالية تامة عن الواقع الحقيقي اللي يعيش به. قبل كنا نروح لعب طوبة كل إحنا مجموعين، هس ما تشوفين الشباب كل واحد ملتهي يعني بالعالم الافتراضي مالته مقابل شاشة الحاسوب أو الموبايل، ويتواصل هو الأصدقاء لكن تواصل جاف مجرد إعجابات أو كلمات بدون أي حرارة أو إحساس داخلي موجود ينبع بين الأصدقاء. نعم. وش قد تأثر فيه هذه؟ تأثر كثير بالتأكيد. الإعجابات والتعليقات. هو راح يتفاعل مع الإعجابات والتعليقات، لكن خلينا نعرف الطرف الآخر كيفية تفاعله مع الموضوع. الموضوع فعلا يهم أو لا. خلينا نتكلم عن اللي كلهم عايشين هذا الواقع الافتراضي، اللي كلهم مدمنين على الفيس، ما نتكلم عن الناس اللي معطين وقت حقيقي وصحيح للفيس ومعطين الوقت الأهم لحياتهم الطبيعية، اللي عايشين ضمن هذا الإطار المغلق. برأيك دكتور إلى أي مدى يهمهم أنه مثلا حيدر أو فلان نشر هاي الصورة مال الأكل، نشر صورة الملابس اللي يشتريها، حيدر موجود حاليا بفلان مطعم، حاليا هو بفلان منطقة، هسه هو بجامعة بغداد رايح للدوام الصبح حاليا جامعة. يعني ايش قد يهمني مثلا انه حيدر رايح جامعة، يهتم الطرف الاخر انه يعرف صديقه ده يصير بيه، وهاي الصور تتفاعل معها تحفزه تعطيه دافع. لا طبعا يعني هو ما يهم حيدر. نعم. الصورة عامة وين راح حيدر وين هاي، بس هو اللي يباوع النشاطات مال حيدر راح يخليه يباوع، لأن بما أنه حيدر مثل صديقه أو أيضا إذا عنده علاقة ويا وحدة أخرى. نعم. راح يتابع حركاته ونشاطاته من خلال الفيس. أكو ناس يعني عندهم مرض صار الفيس، عند الفيس صارت حياته هي كلها، يتابع كل الأخبار بالفيس، يتابع يريد كل الناس تعرف النشاطات مالته، يريد يشوف الأصدقاء مالته كلهم يكونوا يعلقون لو يتابعونه ويكونوا مهتمين به وين راح وش سوى، ولازم ينطونه إعجاب، وإذا ما حصل إعجاب من 50 إلى 60 يعيد يكرر ينزل نفس الصورة. أكو إحنا بعض الصور المضحكة اللي نشرها، أكو واحد مثل مروب سكينة ماخذيه للمستشفى، الطبيب يريد يعالجه يقول له وقف خليني آخذ صورة سيلفي يشعر بالألم. فإحنا صارت هاي شغلات السيلفي وهي الأكل أو شغلات ثانية تأثر تأثير كلش كبير على الشخص نفسه. العراق يعني خاصة الشباب مع الأسف يعني توجهوا توجه كلش كبير نحو التأثر بالتكنولوجيا اللي موجودة بالإنترنت وبالفيسبوك، مما أدى إلى انشغالهم عن الأمور الحقيقية، انشغالهم عن الدراسة، انشغالهم عن العمل، ما بقى شل تفكير الشباب. بعض الشباب طبعا مو نقول الشباب اللي متأثرين بالتكنولوجيا متأثرين بالفيسبوك، شل كل تفكيرهم، لأن ايش قد ياخذ من عنده وقت هذا من بالفيسبوك بالبيت بالعمل بالدار وين ما يطلع هو ملتهي بالفيسبوك. مو بس الشباب يعني حتى كل الأعمار هي متأثرة بالفيسبوك، شباب وبنات، ليس الشباب وحدهم أو البنات وحدهم. بالفعل. طيب كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ شلون نحسسهم بطريقة لطيفة
شلون نعطيهم نصيحه انه عشان نرجعهم للواقع بالضبط انه يبتعدون عن هاي الامور ويرجعون للواقع او على اقل تقدير يبقى يستخدم الفيس لكن استخدام صحيح خلي ياخذ صور لكن صور حلوه انا شي يهمني انت اليوم اكلت بيتزا لو اكلت نفر كباب لو اكلت بنجر وهاي الملاعب اللي ما تهم يعني لا تهمك ولا تهمني تعتمد على التوعيه الاجتماعيه يعني تنتشر صوره مال الاكل مو كل الناس عندها امكانيه تاكل لازم نداري مشاعر ونقدر مشاعر الاخرين اللي ما عندهم امكانيه ياكلون هذا الاكل اللي انت تروحه بالاضافه لذلك لازم نركز على النشاطات الفكريه الثقافيه الاجتماعيه الرياضيه انشرها الابداع مالك انت شاعر انشر استفاد من عندك اني نصائح اكو موجوده هاي نصائح تقدر تنشرها افكار عندك جديده تطوير البلد افكار عندك تطوير المجتمع افكار عندك شلون تخلي الشباب يتجهون الاتجاه الصحيح القيام بما يمكن ان نساعد وهاي الازمه اللي يمر بها بلدنا انشر ما حد يقول لك تنشر هذه بس انت ناشر مثل خياره ناشرها الصوره اي شيء يعني ما حتى مو شرط مطعم اذا معون واحد ونشره او مثل بشارع هو سي ال بي ونشره مره واحده احترقت تمه عندها نشره الجدر وهو محروم احترقت تمه ينشر ويشير تاك مجموعه من الاصدقاء ما لهم علاقه يا يعني انت سويت هاي الشغله انا شنو علاقتي؟ لا صورتي وياك موجوده لا انا عايش وياك وسويت لي تاك بيها انا شنو ذنبي؟ هذا التاك تاك وانتم كنتم تهانون هاي ان شاء الله مال التاكات فعليا يعني لازم من خلال الوعي الاجتماعي نساعد الشباب اكو تحديث اخر يعني بالفيسبوك ايضا اللي هو بماذا تشعر what do you feel بالضبط هو فاكو عندك عده خيارات ايضا مثلا احيانا ناس تكتب يشعر بالسعاده يشعر بالحزن يشعر بالتعاسه يشعر بالضياع يعني حتى الفيسبوك يشعر بالحيره ممكن تضيف انت ايضا يعني أي شيء الحاله اللي انت تحس بيها ماذا تفكر ماذا والايموجي المناسب وياها بالضبط فهذه احنا الشباب يعني لازم ينتبهون بان الفيسبوك مراقب مو بس من اصدقائنا مراقب من كافه دول العالم مراقب من الحكومه فانت قاعد شيء تخلي الناس يعني تراقبك وين تروح تراقب تحركاتك هي صفحه الفيسبوك شنو هي؟ صفحه تعبر عن وعيك انت عن ثقافتك انت عن علاقتك انت فصفحه هي صفحتك ايش تكتب بيها هي انا اشوف حيدر ايش كاتب بالفيسبوك راسا راح اخذ صوره تصور عن تفكير حيدر شنو؟ هل هو سطحي؟ هل هو عميق؟ هل هو يدعو الى التعاون مع الاخرين؟ فصفحة الفيسبوك هي صفحة رسمية وهوية للشخصية العراقية والشخصية اللي قاعد تكتب هاي الفيسبوك بالتالي تقدر تعرف توجهات المجتمعات بأكملها مو فقط الأفراد توجه المجتمع من خلال نوعية الكتابات شباب أو حتى رجال ونساء أكثر شيء بشنو دا يهتمون حاليا أكثر شيء شنو منشوراتهم تدل على الحزن تدل على الإحباط لو تدل على الحماس والتفوق أكثر شيء مهتمين بالتفاهات لو مهتمين بتبادل المعلومات النافعة فبالتالي هو مجتمع متطور وفي طريقه الى البناء. بس اكو شيء جميل ايضا بالفيسبوك يعني لانه انا كلش اكتب على الفيسبوك انه المشاعر تكون تقريبا مشتركه بين العراقيين على الفيسبوك، مثلا اذا فاز المنتخب الوطني تشوف انه اغلب الناشطين الموجودين على الفيسبوك يعبرون عن مشاعر السعاده وهذا شيء جميل انه نتوحد جميعنا ورا شوي يقولوا لا ترمون يتوحدون بهاي الكلمه لا ترمون اليوم اذا فاز المنتخب يعني هذا جانب دكتور من الاستخدامات الايجابيه اللي ممكن انه نوظف بها الفيسبوك بالاتجاه الصحيح احنا ما نرفض التكنولوجيا ما نرفض التقدم ما نرفض السوشيال ميديا لكن لا بالعكس استكبرها بالشيء الصحيح هي مو بس هاي يعني انت عندك جروبات مال اطباء يعني شلون مثل انواع العمليات اللي يقومون بها يوجهون نصائح عندنا جروبات مال التجار او اصحاب المحلات هم ممكن ينشرون داخل الجروبات مالتهم البضاعه اللي جتهم تواصل الزبائن وياهم فممكن استفاده عن الفيسبوك لانه قلت لك الفيسبوك يعني اكبر عدد ممكن الناس قاعد تتابعه فانت وسيله اعلانيه مباشره لك لعملك ممكن الاستفاده من عندها يعني اي شيء منتوج عندك جديد تقدر تعرضه على الفيسبوك راح كل الناس تتابعه ويمكن اتصال بك هسه صارت موضه جديده عند الشباب والشابات انا اشجعها هي عمل البيجات وعمل الاكسسوارات اليدويه والاعمال اليدويه ترويج للاعمال ترويج فحلو انا اشوف اطبع على بيج مال بنيه تسوي القبعات مال تخرج وتسوي روب مال تخرج تسوي الاكسسوارات من ممكن هاي هي هم استفادت ماديا وهم سوت دعايه لعملها نشجع انا على شغلات واحد شيء يستفاد من عنده بالتاكيد شكرا جزيلا لك على هذه النصائح
النصائح. شكرا على تواجدك معنا. نتمنى كل الخير للعراقيين، وان شاء الله ان يستفادون من هاي الخدمه المتطوره، خدمه التكنولوجيا هي سبيل تحقيق التقدم لهم وشعبهم. شكرا جزيلا. انا هسه خلي اشوف ايش قد حصلت لايكات وحصلت تعليقات على البوست اللي نشرناه وتشكن اللي سويناه قبل ما نبتدئ هذا الحوار، حتى من بعدها ننتقل لأنس ونطلع تقرير الحقيقي اللي عرضنا لكم جانب منا أعزائنا المشاهدين. طبعا تقرير أنس اليوم جدا مهم يا جمانة، يتحدث عن سائقي مركبات النقل الخاص كيف يتعاملون على راحتهم ويا المواطن وبمزاجية، سواء بالطريق اللي يتخذوا لوصول الركاب إلى الأماكن اللي يريدوها، أو حتى بفرض أجور معينة، أو حتى بطريقة كلامهم وأسلوب تعاملهم مع اللي يركب سيارتهم. سوي تشيك إن آخر يعني إحنا بالاستوديو المدى برنامج صباح الخير يعني وراح نشوف بس أكو تعليقات جاية ولايكات حلوة جاية على التشيك إن اللي سوينا أو على البوست اللي نشرناه بالأحرى. نعم. شكرا لكل من شارك على صفحتي، وخلينا نشاهد الآن تقرير أنس عادل أعزائنا المشاهدين اللي يتحدث عن واقع النقل الخاص بالعراق. تفضل يا عم. انا 500 نفر الف. ليش الف عين؟ هي كروت الف. يوميا انا صعد ب 500. ما يعجبك توكل الله. كيف؟ خل انزل ممنوع. صباح الخير عليكم مشاهدينا الأحبة. قضية النقل الخاص نشوفها بأغلب الدول العالمية دائما في تقدم مستمر، إلا عدنا بالعراق مع شديد الأسف في تدني وتراجع مستمر. على سبيل المثال نشوف أصحاب الكيات والكوسترات دائما يتحكمون بالأسعار بدون أي رقيب أو حسيب، وأيضا عندهم قضية أنه ما يقبل يطلع إلى أن يقبض. المواطن البسيط شنو ذنب الموضوع بغاية الأهمية، وراح نسلط الضوء عليه مشاهدينا الأحبة. تابعوا. نشوف اليوم عندنا بالبلد قطاع النقل الخاص مع الأسف يعني نشوف بتسيب بفوضى. اليوم نشوف السائق بكيفه يخلي تسعيره، بكيفه ما يطلع إلى أن يقبض. شنو الموضوع؟ والله الموضوع بالأساس النقابة. النقابة إذا ما ترجع وتراجع هذا الشيء ويا المواطنين ويا السواق تحديدا، ها كل من يشتغل بعقله، فلازم اكو نقابه، اكو انضباط من تروح للجراج تسعيره مضبوطه، ها ما يتجاوزون عن التسعيره من يطلع من الجراج برا خارج الجراج، لان يعني هي اهميتها. ماكو تسيب مثل نظامنا هنا، يعني ما عرفت يمكن هذا لاول مره اشوف هيك، يعني اول ما يعني مثلا الزحام اذا طبق منا علق اشاره يمنى طلع يسره، يعني يسره يطلع يمنى، يوقف بكيفه، مرور ما يلتزم بالمرور، تسعيره ماته، ها تسعيره ماته، تسعيره تسعيره بكيفه. ماكو نظام، لوكو نظام كان راسن كان راسن، وكل واحد بمكان المحدد له للسواق. شنو التسيب اللي عندنا؟ ايش عندنا احنا فوضى هنا؟ احنا الفوضى عندنا يعني ما يعني كل واحد وكيفه، كل واحد وكيفه. اي يعني من ناحيه التسعيره مثلا، من التسعيره كل واحد 750 اكو بالف، اكو من جراج لمون للبياع ب 1000 1000 وربع. زين. اي ومن غير مكانات على 1000 و هاي هم بكيفهم، هم يخلون تسعيره بكيفهم. اي التسعيرة بكيفكم تخلوها؟ ما تطلعون إلى أن تقبطون؟ هذا واقع حال، ما أقصد أنت، يعني إحنا نحكي بشكل عام. أنت طبعاً أنت جيت على الشخص اللي ما يشتغل بالشارع. زين. أنا هسه جيت طالع من الدوام وجيت قبل أشتغل، يعني صعدت أول واحد وصعدته، فما أعرف أنا هذول هم السواق هم دائماً. زين. إي فأنت من سألتني أنا ما أقدر أجاوبك عليه. أوكي، لا جاوبني بشكل عام، ليش ما يطلع إلى أن يقبط يعني؟ أكو هيك قانون؟ يعني شنو السبب؟ شنو الخلل اللي عندنا هنا صاير؟ تسيب طبعا. تسيب طبعا. هو صح تسيب. زين احنا ليش نمشي بهذا التسيب يعني؟ نقول هي خربانه مثلا؟ طبعا هي خربانه.
طبعا خربانة. ادري يعني اذا هو البلد خربان احنا هم نخربه يا اخوي. والله هو مو كل شخص يعني يتقبل هذا الشيء. هو مو كل شخص، انا احكي بشكل عام يعني. إيه انت من سالتني، مو كل شخص يتقبل هذا الشيء. صح. إيه. اكو بيهم يتقبلونها يوقف يعني يسد الشارع يسدها طبيعي عنده. زين. إيه. منا للجادريه ايش قد الكروه؟ 500 دينار. إيه. هسه صار اكثر من مره نصعد وياهم ب 750 وب 1000، اكو هيجي؟ يقول لك كيفك كيفك، ما يعجبك انزل. لا 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 لا، للبيع 500، للبيع 1000. شلونك؟ انا بيه سلام. اريد اعرف بس جاوبني بصراحه، ليش هذا التسيب موجود بين النقل الخاص، قطاع النقل الخاص؟ بكيفهم يخلون تسعيره ما يطلع الى نقبطاني؟ ما اقصد انت، احكي بشكل عام. والله هي كلها سايبه علي انت، وانت وجه كلها نفس الشيء. اي وين ما تروح فساد وين ما نروح فساد. طيب احنا دائما نلوم يعني الناس الكبار ونقول عندهم فساد، زين مو هذا هم جزء من الفساد؟ ايش يسوي؟ ما تقدر تحكي على احد، تبتلي انه. أعزائي المشاهدين، الجمعة القادم سيقام في شارع المتنبي مهرجان أحلامي برعاية مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون. الغرض من هذا المهرجان هو تحفيز الشباب على الاستمرار في تحقيق أحلامهم المؤجلة. عن أحلام الشباب وكيفية مساعدتهم على المضي في تحقيقها معنا في الاستوديو حسن ثامر أحد المتطوعين، ومصطفى العبيدي رئيس منظمة متطوعي العراق، وجمانة ممتاز راح تتحول إلى ضيفة باعتبارها جزء من هذا الفريق الرائع. يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير، منورين اليوم بالاستوديو. هسه انا اريد اسال، انا اللي اسال، انت منورينا، انت هسه ضيفه. ثاني رجعت. صباح الخير. صباح الخير. بدايه خلينا نتكلم عن هذا الفريق، متى تم تاسيسه، شنو اهدافه، شنو ابرز النشاطات اللي قمتوا بها؟ متطوعين للعراق كانت مجرد فكره، بعدين فكره صارت الى حقيقه، الحقيقه صارت تقدم عطاء من افضل الموجودين على الساحه. صار لنا احنا تقريبا نهايه 2010 بدايه 2011 تم تاسيس الفريق وتنفيذ اول حمله اللي كانت في عيون دار الايتام. اهداف الفريق انه نشتغل على كل العراقيين اللي يحتاج مساعدة دون المسميات أو الطائفية أو القوميات عفوا، أو النظر لأي إنسان مجرد عراقي، أنه نقوم له بالواجب. تمويل ذاتي، لم ننتمي ولا ننتمي لأي جهة معينة أو حزب أو غيره وغيره. شباب مستقلين هدفهم أنه التغيير ولو جزء بسيط بهذا المجتمع، حتى يتمكنون أنه يرتقون بواقع أكثر جمالا بالبلد. طيب حدثونا عن تمسئلين اليوم. انت تريدين تسالين، انت ضيفه حاليا، اي شيء هذا الواقع، اي شيء لحظه الضيفه. يلا. اوكي بعدين اعود اخليك تساليني شوي، ما يخالف. طيب حدثونا عن يوم الجمعه القادم، ايش راح يصير؟ مهرجان احلامي مهرجان كبير يقام السنه الثالثه بالمتنبي. الهدف من عنده تحفيز الشباب على تحقيق احلامهم والاستمرار باحلامهم رغم الظروف اللي يعانوها ويعانوا راح يعانوها. هم مستمرين بتحقيق أحلامهم، فيحفزون الشباب أكثر وأكثر على أنه ما يبطلون من تحقيق بالحلم. نعم. ما يبطلون من التفكير بالحلم، ومستمرين إن شاء الله. والله يوفقنا. طيب حسن، هذا أول مهرجان تقومون به بهالمستوى الكبير؟ أي تقريبا يعني. نعم. طيب جمالة، دائما إحنا حملاتنا تصير نعم يعني حملات مساعدات وإغاثات، فهذا مهرجان فريد من نوعه. إن شاء الله يوم الجمعة يكون موفق بجميع تفاصيله وكل ما بي. جمالة، شنو اللي خلاش تنتمي للفريق أحلامي؟ هو من فريق أحلامي، هو يعني متطوعين للعراق. نعم. يعني وهو فريق يعني حقيقة يضم عدد من الناشطين المستقلين، ومثل ما قال زميلي مصطفى لا ينتمون لأي جهة سياسية ولا أي جهة يعني أخرى، على العكس يعني مستقلين. وأيضا تعرف مصطفى اليوم النشاط المدني أصبح يعني بالعراق
جدا فعال، لكن كان اكو عده مبادرات للمتطوعين للعراق، ليس فقط على الجانب الثقافي مثل ما يركز مهرجان احلامي الذي سيقام الجمعه، وانما ايضا على حملات الاغاثه وما لا تعرفوه انه متطوعين للعراق حتى وصلوا لمناطق خطره في العراق وليس فقط في بغداد، وانما كان لهم حضور حتى في يعني انحاء المحافظات. احنا مثل ما تعرفين جمانه انه عندنا اهتمام بالجانبين، الاهتمام بالجانب الثقافي خصصنا يوم واحد بالسنه نشتغل نعم. عليه تحضيرات لمده 3 أشهر او 4 أشهر، مجرد نقوم بهذا 4 ساعات تحضير خلف الكواليس يستمر 3 أشهر او 4 حتى نحضر لساعات بسيطه. اما موضوع الاغاثه كانت الحصه الاكبر لهاي السنه اللي هي السنه الماضيه، انه دخولنا المناطق الخطره نعم. دخلنا حديثه وكنا مصطحبين ويانا ما يقارب ال 21 طن من المواد الغذائيه، واصرينا الا بيدنا نوزعها بداخل حديثه بابقى مقام حديثه. دخلنا الخالديه اللي تبعد عن الرمادي قبل تحرير الرمادي 10 كيلو متر تبعد عن الرمادي، ومصطحبين فد رقم كلش كبير كان لاهالي الخالديه، اضافه الى دخولنا عمريه الفلوجه، دخولنا الى الحبانيه، احنا اول حمله عراقيه قدرنا نطب مخيمات الحبانيه اللي هي كانت 5000 عائله، وتمكنا بتوزيع المساعدات رغم الخطوره اللي نتعرض لها رغم كذا، بس انت من نشوف اكو فد منطقه كبيره او اكو ناس يعني ناس محصورين مدى توصلهم المؤونه، من تطلع احنا بالحملات الخطره عاده ما ندز الفريق كله، ندز 3 2 لا سمح الله يصير شيء نطلع باقل الخسائر. ف الخطر من يكون على 3 أشخاص او شخصين هو ما يختلف عن خطر موجود الاف من العوائل العراقيه الموجوده، فانا اعتبر انه اذا تقدر تسوي شيء بايدك وتعوف وتتهاون عليه فهذا حرام بحق الانسانيه وبحق العالم نفسها. زين، فكانت حصيلتنا هاي السنه انه دخول المناطق الخطره باغاثتهم كلش قبل سبق، واحنا دخلنا الى امرلي من كانت محاصره ايضا ودينا مساعدات لها. طيب يوم الجمعه ان شاء الله شنو ابرز ما راح يتم عرضه، شنو ابرز ما يتم تحضيره حاليا؟ الجمعه القادم عندنا 10 متحدثين، دول العشر متحدثين اللي هم كل واحد قصه مختلفه عن الثاني. عندنا كل واحد قصه نجاح حققها بمعاناه. ماكو اسم يعني صار بسهوله او فالشخصيه صارت بسهوله، اكو خلف الكواليس معاناه، صار لي التحدي الطريق حياه الطريق الحياه طريق بعده محطات، محطه توقف، محطه عراقيل، محطه احباط، شلون يتجاوزها كل هاي الامور؟ شلون قدر يوصل اللي هو اليوم هو بي الشخص سواء شاعر او رسام او كاتب او ناشط مدني او غيره او غيره. احنا بكل تعرف انت كلش حيدر تعرف مجتمعنا اي مجال اللي تختاره لازم اكو ناس تحبطك، لازم ناس تقول لك حيدر او كذا، فهذا الانسان بحد ذاته من يتحدى هاي الناس ويوصل للطموح اللي يريده وبعد يحقق اكثر يريد، فهذا نعتبره احنا انجاز اكثر. احنا نريد نبين ذول الشباب هم الشباب، هم ذول اللي يمثلون العراق مو غيرهم. اذا احنا ننتظر الجمهور وننتظر المشاهدين ايضا يوم الجمعه القادم، الجمعه القادم بعد 3 أيام الساعه 10 الصبح بمبنى المركز الثقافي البغدادي ان شاء الله ومهرجان احلامي. شكرا لحضوركم اليوم، شكرا على جهودكم المبذوله من اجل التخفيف من معاناه المجتمع، والشكر موصول ايضا لمشاهدينا لحسن متابعتهم حلقه اليوم. باكر حلقه اخرى ومواضيع اخرى، مع السلامه.